في سيد الشريف يعني في اجتماع قاآني الأخي بالفسائل طلب منهم القيام بعمليات ضد أمريكا في العراق، هذا يعني البعض يقول ما نعرف مو متأكدين منه، في حال تعرضت إيران لضربة، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ هل بالفعل طلب قائد عسكري إيراني أنه الفصائل بالعراق أنه تعطي ضربة لأمريكا؟ يعني وهل ستقوى الحكومة على الوقوف بوجه الفصائل الأربعة في الشارع هذا اليوم؟ الحقيقة هذا الحدث لا أستطيع أن أثبته وأنفيه، لأن نعم لم يعني أكن إحنا حاضرا، ما نستطيع نثبته، لأنه لكن ما يعنينا بقدر تعلق الأمر بالوضع الأمني، أنه الانقسام اللي تلاحظوه الآن في الخطاب بين الضيفين الكريمين، نعم، هو انقسام ليس انقساما عابرا، هو انقسام على مستوى سياسي وأمني وعسكري، وبالتالي وعلى مستوى الشارع يعني بعض الناس يعني تتوجه إلى أمريكا وبعض الناس يعني بصراحة تتوجه إلى إيران، يعني نشاهد نحن في هذا الموضوع. تفضل. نعم، ولذلك هذا الانقسام يعتبر من حيث التقييم هو نذر وناقص خطر، لأنه انقسام في المواقف ابتدأ من يوم حادثة المطار وما حصل تحت قبة البرلمان، يعني في قبة البرلمان وجدنا أنه انقساما على مستوى السلطة التشريعية التي تمثل أعلى السلطة في البلد، قسم ذهب مع الإدانة وقسم قال، وبالتحديد فيما يتعلق بقضية بقاء القوات الأمريكية وقوات التحالف، وقسم تحدث وبصريح العبارة عن تمسكه ببقاء قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، وهذا الانقسام سيؤسس بالحقيقة لانقسام سياسي، وأن المرحلة القادمة في تقديري نعم عنصر الاطمئنان متحقق في وجود جيشنا وجهاز مكافحة الإرهاب، هم رجال لديهم إرادة قتال وأبطال ووطنيين، لكن إذا حصل الانقسام وصل إلى هذا المستوى قد تستطيع أن تحصن بعض المناطق قطعات، ولكنها لا تستطيع أن تحقق الأمن الشامل، لا سيما أنه مناطق كثيرة. نعم، لكن دكتور في ظل هذا الانقسام اللي موجود بالآراء ويعني بالمواقف السياسية اللي نشاهدها هذا اليوم، أين يتجه العراق يعني في ظل هذا الانقسام؟ ونحن هذا اليوم في أزمة حقيقية، ربما أزمة أمنية، يعني وأنت شاهدت يعني ما حدث في البصرة، يعني أحسنتم. هو إحنا مشكلتنا وين؟ أنه هذا الانقسام ينذر بمسألة عدم القدرة في السيطرة على الميدان، وعدم القدرة على السيطرة في الميدان وإيجاد أزمات مركبة قد تؤدي إلى حالة أن يصطف جزء مع مجريات الأحداث القادمة، لأنه لا توجد ضمانة، وفي تقديري أنه الاحتكاك أو الاشتباك العسكري قادم لا محال، فهل سنستطيع أن نضبط إيقاع الأحداث في العراق؟ وهل ستستطيع الحكومة أن تفرض سيطرتها على الفصائل؟ يعني حتى الانتشار الأمني الآن لما يطلق عليه بسد الثغرات، نعم سد الثغرات في المناطق المفتوحة في بغداد، لكن ماذا في حزام بغداد وفي المناطق النائية؟ نقطة مهمة جدا أستاذ دكتور أحمد، أنا أسألك كونك أنت محلل أمني، يعني نقطة مهمة تحدث بها أستاذ فلاح، قال لك الفصائل اللي موجودة هي فصائل تأخذ أجنداتها من الجارة إيران، وهي ليس فصائل مقاومة إسلامية حقيقية مثل ما تحدث السيد كاظم، أنه هي فصائل مسلحة إسلامية يعني تريد إخراج المحتل، وهذا حق مشروع. اليوم شلون ممكن الكاظمي يسيطر على هذا الموضوع في ظل فصائل تنتمي بتوجهاتها الى الجارة ايران؟ هذا كلام استاذ فلاح يعني مو كلام. نعم، يعني في احنا قراءاتنا ايضا انه التعاطف الموجود بين الفصائل وبين ايران، اذا وجه الضربة لايران فمن الصعب ان يجري السيطرة على الفصائل في القيام بعمل عسكري. نعم، وهذه قضية لا نستطيع ان نستبعدها، وهم بالحقيقة أيضا هم يقولون إذا ضربت إيران سيكون حق الرد ليس من قبل إيران فقط، وإنما من قبل الفصائل التي ترتبط عقائديا بإيران.